رح نروح لفقرتنا طبية نور، ويمكن كثير من الأشخاص ممكن يعانوا من الديوار ويبحثوا بالحقيقة عن العلاج دون البحث الحقيقي وراء الأسباب لهذا الديوار، وخصوصا أنه الديوار ممكن يكون له أسباب متعددة، هي إشارة لأمراض متعددة ومختلفة، فبالتالي طرق العلاج أيضا مختلفة. اليوم رح نحكي عن مرض يمكن بيعاني منه أشخاص كتير، ولكن بيكون في فترة طويلة ليكشفوا عن السبب الحقيقي بسبب تأخرهم بالذهاب للطبيب، وهو الديوار الدهليزي. أحدث طبعا طرق العلاج، أنواعه، ليش بيصيب الإنسان، تفاصيل أخرى رح يطلعنا عليها لليوم. ضيفنا الدكتور شيخ حسين، اختصاصي جراحة الرأس والعنق. يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك دكتور. صباح الخير. يسعد صباح الدكتور. بالبداية خلينا نحكي أعراض الديوار الدهليزي شو هي. أنا قبل ما الديوار الدهليزي طبعا هو كمان هو عبارة عن شكاية كثير شائعة، يعني بتصيب فئة كثير من العالم. كثير عم نسمع عنه في الاونه الاخيره. حوالي 10 ل 20% من المرضى المراجعين للعيادات هو عباره عن دوار. طبعا هلا هو عباره عن، اذا بدنا نحكي انه هو دوخه اكثر ما هو دوار، يعني هلا بدنا نفصل شوي شو هي الدوخه وشو هو الدوار، لانه كل شيء الدوار بيختلف عن الدوخه. هلا في كثير عالم بتعاني من هذا، من هاي الشكايه، وكثير بكون تشخيص هو تشخيص ما له تشخيص صحيح، لانه دائما لازم يكون التشخيص صحيح حتى يكون العلاج صحيح حتى تكون النتيجه مناسبه بالدرجه الاولى. قبل ما نفوت موضوع الدوار الدهليزي لازم نحكي عن الدوخه، شو هي الدوخه؟ يعني هو الدوخه هو عنوان عريض اكثر بكثير من الدوار. كثير الدوار ناس بيصيبهم ويكون اسباب، هلا هو دائما المشكله اللي نحن بنعاني منها انه كثير المرضى عم يجون عندنا العيادات او بالمشافي انه انا مشخص على اساس انه دوار دهليزي. هو بصراحه هو شيء بيكون شيء ثاني، يعني نوع من انواع الدوخه، او حتى الدوار بحد ذاته بينقسم لاقسام. يعني فالدوار الدهليزي كل العالم بتفكر انه خلاص ما دام في دوخه خلاص دوار دهليزي. لا، في الدوخه هي شيء، والدوار الدهليزي شيء، والدوار المركزي شيء، يعني كل واحد بيختلف عن الثاني. فاذا بدنا نحكي على كتعريف للدوار الدهليزي، اول شيء لازم نعرف شو هي الدوخه. هلا الدوخه هو تغير بالاحساس، يعني هو تغير بالتوجه الفراغي للجسم، يعني مثل ما نحن بنعرف انه الانسان نحن لما بكون في بوضعيه معينه في مجموعه من الاجهزه بتتحكم بهي الوضعيه لتعطي الوضعيه المناسبه للجسم، اللي هو الجهاز العصبي المركزي، الجهاز الدهليزي، الجهاز العيني، والمستقبلات الوضع اللي هي موجوده بالمفاصل اللي بتعطينا، يعني بتعطي فكره عن وضعيه الجسم واثناء تحرك الجسم بالفراغ. هلا الدوخه، يعني الدوخه هي او نحن بنسميها الديزنيز، إلى انواع كثيره، يعني ممكن يجيك المريض على قصه خفه بالراس، او ممكن يكون المريض يقول لك انه ميل للسقوط، يقول لك انه حاسس حالي بدي يقع على الارض، او عدم توازن، عدم اتزان دائما اتزان. تمام. هلا يعني هو بيكون مثلا بيقول لك المريض عم بمشي عم بحس حالي حدا دفشني على جهه. فهي ما لها دوار دهليزي، هي عباره عن دوخه. يعني لازم طبعا الشيء اللي بيساعدنا لنوصل التشخيص المناسب هو الفحص السريري، القصه السريريه، يعني دائما بدك تحاوري المريض بلغته. يعني دائما تقربي له الاحداث بلغته، المريض دائما مريض الدوار ما عم يعطي فكره منيحه على الشيء الموجود عنده. فلازم تحاولي قدر الامكان تفصلي بالقصه السريريه بالدرجه الاولى وبعدين الفحص السريري، لانه بالدوار ما في استقصاءات كثير تفيدنا بالتشخيص. فالدوخه اللي ممكن تجي على شكل خفه راس، عدم ثباتيه، ممكن تكون ميل للسقوط، ممكن كمان شو اسمه عدم تجاوب مع الحركه، كمان من ضمنهم الدوار، يعني من ضمن انواع الدوخه هو الدوار. هلا الدوار بحد ذاته بينقسم لقسمين، دوار محيطي اللي هو من منشا اذني، والدوار المركزي اللي هو من منشا جهازي او عصبي. هلا الدوار هو كتعريف هو توهم الحركه، يعني المريض هو اكيد ما عم يتحرك، هو المريض بحس حاله انه هو سابق والدنيا كلها عم ايوه والدنيا، هذا هو الدوار الحقيقي، نحن بنسميه الدوار الحقيقي او الترو. في الدوار الكاذب كمان اللي هي بصير العكس، واقف وحسيت الدنيا عم تفتح. تمام. ايوه تمام. لما المريض بحس حاله سابق والدنيا عم تقلب، مو شرط تكون طبعا دورانيه، هلا هو لا، يعني بس انه تقلب وتخبط، يعني بتحس الدنيا عم تفوت ببعض، هيك بيقول لك المريض. او يعني هذا الاحساس ممكن كلنا شفناه لما كنا صغار، لما كنا بالدويخه او كنا نفتل حوالين حالنا. فهذا هو بالدقه شو هو الدوار الدهليزي. فالدوار الدهليزي هو اذا بدنا نحكي كاعراض، بنرجع لسؤالك، بيجي على شكل تعب عام،
حس غثيان مع إقياء، إذا كان منشأ أذني ممكن يترافق مع حس ضغط بالأذن، طنين، نقص سمع، تعرق، ممكن يجي على شكل تعرق، شحوب. على إذا كان منشأ مركزي ممكن يكون على شكل خدر بالأطراف، خدر باللسان، يمكن على يكون على شكل خزل، قصة فقدان وعي، نوبة غشي. فهي بتكون أكثر الأعراض المرافقة للدوار. طيب حكيت بالبداية دكتور إنه الدوار الدهليزي صار شائع كتير، موجود في ناس كتير عم تنصاب فيه، ولكن في غلط بالتشخيص. خلينا نعرف ليش في انتشار كتير للدوار الدهليزي، لمين بيصيب، شو الأعمار اللي بيصيبها، شو الحالات اللي بتتعرض للإصابة؟ حلو سؤالك. هلا الانتشار مو للدوار الدهليزي، الدوار الدهليزي هو يعني هو موجود يعني، بس مو هالنسبة الكبيرة. يعني النسبة الكبيرة هو الدوخة، هو الدوخة بحد ذاته، انه هل هو دوار دهليزي ولا لا. طيب شو فنحن اكتريت المرضى مثل لك بيجوا انه انا عندي دوار دهليزي، بيعطيك عم ياخذ دواء للدوار الدهليزي وبتفحصيه وبتاخذي قصة، بيطلع شيء ثاني ما له علاقة، بيطلع عندك مثلا مثل ما قلت لك تكون لها علاقة بمرض مركزي عنده. يعني الدوار مثل لك دوار من قسم لقسمين، الدوار الدهليزي اللي هلا بدنا نحكي عن اسبابه، شو اسمه الدوار المحيط المركزي او الجهازي، لا في 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 امراض كثير بتسبب مثل التصلب الويحي، السكتة الدماغية، الاختلاجات، شو اسمه نقص التروية الدماغية، ارتفاع التوتر الشرياني، السكري، قصور الضغط، هبوط الضغط، الادوية اللي بياخذها المريض خاصة. هلا هو الدوخة اكثر شيء هو شائع عند الاشخاص المتقدمين بالعمر واللي عندهم امراض مزمنة، يعني ضغط، سكري، ربو، امراض جهازية ثانية، هالقصة انه يعني عم ياخذوا ادوية مثلا خافضات ضغط، شو اسمه ضوابط نظم القلب، كمان الكحول كمان بتعمل مشاكل، الكحول والمنبهات بشكل عام هي بتعمل دوخة يعني. وكمان عندنا المواد المخدرة، بعض انواع من المسكنات، المرضى الاورام اللي عندهم علاجات كيماوية، المشاكل الدمويه، مثل مثلا قصور الشريان الفقري القاعدي، هذا اكثر شيء بصير عند. طيب دكتور خلينا نحكي عن الاسباب الرئيسيه للدوار الدهليزي. هلا الاسباب الرئيسيه يعني شو المنشا الاساسي له؟ هلا الاسباب الرئيسيه للدوار الدهليزي هلا هو حسب السبب بصراحه. يعني نحن الدوار الدهليزي بينقسم لمجموعه من الانواع. طبعا نحن الدوار الدهليزي قلنا هو الدوار الاذني المنشا، والاذني المنشا بدنا نخصه اللي هو له علاقه بالاذن الداخليه. هلا انا بالمرتبه الاولى بيجي عندنا شيء بنسميه دوار الوضع الاشتداد السليم. هلا دوار الوضع الاشتداد السليم هو اشيع شكايه ممكن يجي بها المريض لعياداتنا. يعني حوالي بشكل حوالي 20% من مرضى المراجعين للعيادات. هلا الدوار الوضع له اسباب كثيره، ممكن يكون بشكل عفوي ما له سبب ممكن يكون بشكل يعني بيجي بشكل عفوي، ردود الراس، العمليات الجراحيه، التقدم بالعمر، الامراض الوراثيه، ممكن يكون لها علاقه بالامراض الوراثيه، ممكن يكون لها علاقه بالالتهابات، التهابات الاذن، التهابات النظم الوسطى، كمان التهابات الفيروسيه، يعني التهاب طرق تنفسيه علويه ممكن تعمل لك دوار وضع اشتداد سليم. فدوار الوضع هنفصل فيه شوي لانه بصراحه هو اشع شيء يعني. هلا دوار الوضع بيجي بشكل يعني هو سليم، سموه دوار وضع اشتداد السليم لانه ما بيخوف، ما له اي مشاكل خطا صحية. اي ما له اي مشاكل صحيه على المستقبل، على الشغل على المدى البعيد يعني. هو دوار بيجي على شكل بيستمر من ثواني لدقائق، يعني حوالي من 20 ثانية، يعني من 10 ثواني لدقيقة. واكثر شيء بيكون عند النساء الكبار بالعمر تقريبا اللي اعمارهم فوق ال 40، ممكن اكثر فئه هي هذول المرشحين للاصابه. بيجي على شكل حس غثيان، اقياء، تعرق، شحوب، ما بيترافق مع نقص سمع، ممكن يترافق مع نقص مع طنين بالاذن. طبعا هو كيف بيجي اكثر شيء بيكون له علاقه بوضعيه الراس، مو بدوار وضع لانه له علاقه بوضعيه الراس. لما الانسان مثلا احيانا بيكون بالتخت مثلا بيقلب من جهه لجهه، ممكن تحرض النوبه او حركه دورانيه للراس او مثلا نظره للاعلى او للخلف، ممكن تحرض نوبة دوار وضع الاشتداد السليم. وهو محدد لذاته وما له طبعا كشفه هو قصة سريرية واختبارات نحن بنعملها. طيب قبل ما يخلص وقتنا دكتور خلينا نحكي عن العلاج، وخصوصا انه في علاجات تختلف حسب الانواع. طيب هلا بالنسبة لعلاج دوار الدهليزي كمان حسب السبب، يعني اذا كان دوار وضع اشتداد السليم العلاج هو عبارة عن مناورات نحن بنعلم المريض يعملها بالعياده او بالبيت. طبعا منورات معينه انا دائما بقول للمرضى
انه تعلمتها ولا ما تعلمتها، يعني اذا يعني انه ما يعملها احسن ما يعملها بشكل خاطئ. مثل ما نحن الدور وضعه الاشتلال السليم هو طبعا ما حكينا عن السبب الاساسي، يمكن انه الردود والعمليات الجراحيه لها علاقه بالرمال. عالم تقول انه عندي رمال دهليزيه، والله فعلا هي عباره عن رمال دهليزيه كربونات الكالسيوم، هي لازم تكون لها علاقه بالدهليز الداخلي. نحن بنسميه الاقنيه نصف الدائريه، هي اللي بتعطي فكره عن حركه الجسم بالفراغ، كمان الحركات الدورانيه طبعا. فحركه هاي الرمال الدهليزيه بتعطي معلومات غلط للدماغ، فنحن عن طريق المناورات هي بنحاول نرجع هاي الرمال الدهليزيه من المنطقه اللي لازم تكون فيها، المنطقه الغيب طبعا لاسباب معينه بتروح على منطقتها مثلا، بنحاول نرجعها لمكانها الاساسي بمناورات معينه اسمها مناورات ايبيلي او سيمونت او اكيد، بنحاول نرجع لمكانها الطبيعي. هلا كمان ممكن يكون في عندنا كمان داء مينيير، كمان هو كمان شعر يعني في نسبه معينه كمان هو ممكن يراجع، هو داء مينيير كمان في خطوره كمان، يعني انه ممكن يروح السمع بشكل كامل، اللي هو له علاقه باستسقاء اللمف الباطن، اللمف بالاذن الداخليه في سائل، فهذا السائل لما تكون كميته زايده كمان بتعملها حس طنين، نقص سمع، حس ثقل بالاذن، وكمان اذا 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 ما تعالج على المدى البعيد ممكن يعملها نقص سمع حسي عصبي. هلا دائما دوار الوضع قلنا انه هو مناورات، اما دائما علاجه في بنبلش بالتوصيات، هو العلاج المحافظ اهم شيء، ما قلنا انه هو استسقاء، هو زياده سوائل، فاول شيء لازم لازم نخفف الوارد الملحي، نخفف الوارد المائي حتى عند المريض، الوجبات لازم تكون وجبات متباعده مو متراكمه، المنبهات، الكافيين، الدخان، الكحول، جلوتامينات، وحدات الصوديوم كمان كلها يعني لازم نخفف منها. اذا ما كمان حتى في مرضى يمكن نعطيهم مدرات مشان انه نخليه يطرح سوائل، خاصه المدرات التيازيديه يعني. وهلا في دائما لك بتكون حالات شديده ممكن نضطر فيها القطع على العصب الدهليزي او حتى حسب الحاله بيتم تحديدها وتشخيصها. معلومات جديده وكثيره اليوم كانت معك دكتور شيخ حسين، بتشكرك على وجودك معنا اختصاص جراحه راس وعنق، شكرا كثير لك. في النقطه بس النهائيه انه الدوار الدهليزي ما بخوف، ما حدا يخاف منه، ما حدا بخاف منه، بس اهم شيء قلنا يعني هو بشكل عام ما بشكل خطوره على الحياه الا بحالات معينه، مثلا قلنا داء مينير او ورم عصب سمعي كمان بيترافق مع الدوار، ما يمكن ان يسبب دوار بشكل خطوره على الحياه. دكتور بس لازم التشخيص السريع وبطريقه فعاله ومشان مراجعه الدكتور، ايوه تمام، مشان نوصل لتشخيص مناسب بسرعه منيحه مشان ما نتلافى المشاكل المستقبليه لهذا. شكرا لك دكتور، شكرا لك.